السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته عشاق الطيور. انا كما العاده مباشره من سوق بريعه اليوم الاحد 25 دو جنبر 2022. اولا سمحوا لنا على الغياب لظروف خاصه، ما بقيناش كنصوروا في السوق. اليوم رجعنا بهذا الفيديو جديد، غنحاولوا ان شاء الله نصوروا الطيور اللي داخله في السوق، وتحيه لجميع محبين الطيور. انا الخوت تبارك الله اللهم بارك، كاين هذا الكابوني تبارك الله في الباغا الكابوني، هذا خلوي ولا قديم كيغوت ما كيعاد. شحال الثمن ديالو؟ 4000 درهم الاخر ديالي. 4000 درهم اخر ثمن. دخلنا النمره 06 00 53 68 88 06 04. الله يسخر اخويا الله يحفظك. السلام عليكم خويا رشيد، سمحالي بخير. الله يكبر بك، الله يحفظك. طيور تبارك الله. انت سي ادريس سي عرا، والله ما طايره الصراحه. احسن سلعه في السوق، احسن سلعه في السوق اليوم عند الاخ رشيد. تبارك الله. 50 درهم صديقة خويا. خويا شحال 3 شهور 4 شهور؟ شهور كانوا في مسرح هادو. لا كانوا في الخوزه، والله حتى محيدهم من الخوزه. الزوان كلشي يا الزوان، الحطب ديال الزوان. علاش مشيوش في الحبس؟ شحال قلت لك 9 على الخوزه؟ واللي بغاها هو بلاتي دور الاخ دور انت الاخ، اما درتي مطلقه بصراحه. تبارك الله اللهم بارك، الله يبارك كلها خيار مليح. ما كاين اللي داوي كاع من هنا، كاين اللي تعزل يقدر يدوي. والله انت داوي شحال واحد الطويرات خويا ادريس راه داوين. الثمن اخويا دير لي 150 درهم، باغي نولع المليح طويرات زوينين بلديين ديال هي الخلويه. شحال داير اللي الله مصيد؟ يا داير 1000 ريال اليوم. 1000 ريال 1000 ريال 60 درهم 70، ولكن راه دي 10 تعيش جوج. دابا كتاكل الحريقه وكتاكل الخضار، صعيب باش تعيش الطير في هذا الوقت. من الاحسن خذ لك طير مزون زيد شويه وتهنى من المشاكل. كتكون دابا واكل الحريقه، ما تبغيش تضرب الزوان، ما تبغيش تضرب الزوان. الله لا كلا كاين اكثر كاين دي الطير كيلقى بزبطو جاريه. اغلبيه خاصك ليه شويه الدواء وخاصك ليه بزاف. حنا وجدنا بريبارينا طويرات زوينين للناس، سهلنا الماموريه. كيجي السيد كنعطيو طير. خلنا النمرة اخويا من سواريش راه طويرة رشيد ارجع عندنا من المديونة. مرحبا بك، الله يسخر لك. وطويرات اللهم بارك، طويرات راه دار 4 شهور 3 شهور باينين داوي الراس. اليوم داوي الله يسخر اي واحد. حنا نلوحو دابا باين هو راه 06 رشيد 19 04 62 34 هي هذه النمرة ديال خونا رشيد اللي بغا شي حاجة. مرحبا 06 19 04 64 34. راه طويرة يلاه جبت لها راه فوق البصمة دابا الله يبارك. الخوت العشاق التغريد الجميل طائر الشحرور، دابا راه مرونه الشحرور. دابا هيج الجحموميه، الشحرور باللغه العربيه يعني بالدارجه الجحموميه. شحال هذا زريقه؟ 50 درهم. تبارك الله داوي قبيل داوي هذا في الخلا راه هيج. الخوت تبارك الله اللهم بارك، كاين الطائر النعار كما كتشوفوا راه اللون خضر، والذكر كيكون في الطربوش ديالو كحل، اللون الكحل فوق الراس عكس النتوة هي هذيك تكون غير منقطة بالكحل. الطائر راه مهاجر الخوت، راه هو كيتجاوج مع الكنار، ومن الطيور اللي كتدخل كل عام. كاين العام اللي ما كيدخلش، كاين العام اللي كيدخل عامين في مرة في عامين، كاين اللي كيدخل بعض المرات كيدخل كل عام بحال دخل هذاك العام، ودابا ثاني هذا العام كنشوفوه دخل. هذا راه كيتجاوج مع الكنار حتى هو، في كلام زوين. لا رباه راه كيحفظ على الطيور، واخا كبير كيسمع منهم وكيتجاوج مع الكنار. الثمن ديالو مادو؟ الثمن ديالو 20 درهم، الثمن زوين في السوق 20 درهم. دابا راه موجود، دابا في شهر 12 شهر 1 كيكون موجود. تبغى
شي حاجه مرحبا به في سوق الفرينه. والكنارات شحال البيضين؟ الكنارات البيضين 100 درهم كبار واجدين تبارك الله يسخر الامور. هنا مع الاخ المزابي. كي داير اخويا هاني اليوم المقلين شحال دايره اليوم؟ شحال صابحين في الكوره؟ دايره 80 دابا 53 50 60 درهم وتبيو 20 ياك 20 درهم ديال المحتوى. وهنا عندك الطيوره ديال الهوغو تبارك الله اخوان ثمن مناسب 100 درهم الحق 100 درهم من هذا البروتور ديال الريمو بالفعل. دخلنا النمرة اللي بغات شي حاجة مرحبا شي سير 06 34 47 16 92. الله يسخرها اللهم امين يا رب العالمين. اللي بغا شي حاجة يصوني ديما. انا خوت العشاق ديال المقنين تبارك الله. شحال اخويا هاد البياسات تبقاو؟ 60 درهم في السوق الخلوية. انا تبارك الله. انا الخوت تبارك الله عشاق الحداد. كاين هاد الحداد ديال الغرب راه 50 درهم كيديرو في السوق. وكاين هذاك الطاعر اللي كتشوفو من تما حمرة الصدر راه هو راه تا هو 50 درهم راه من الطيور المهاجرة تا هو راه فيه كلام ومن الطيور المهاجرة كيدخل تا هو في فصل الشتاء وكيهاجر. الحداد راه غني عن التعريف تا هو دايرين 50 درهم للبياسة هنا. الله يسخر اخو. انا الخوت اللي كيبغي يزوق على الطيور كيدير اخويا هاني الله يحفظك الله يحفظك. يبغى شي حاجه مرحبا بيها 30 درهم باش كيبيعو. هادو 20 درهم الخوت باش كيبيعو هاد الاخ وعش متقون. هذا المقنين كنار لا ها المقنين حشاش زوينين تبارك الله. الطابيات اللي بغى يزوق على الطير بحال في الطبيعه الطاي اللي بغيتي راه يصوب. كم اثمنه مناسبين من 5 حتى 30 درهم كاع ياك اخويا. والنمره دابا اللي بغى يصوني لك 086 06 82 09 بحال اللي بغى يصوب شي مسيريح ديال المقنين راه غيحتاج لاكسسوارات. الله يسخر امور. هذا سميتو هذا بوانو جوج ديال برا ديال برا جوج ديال اوروبا. الثمن ديالو 80 درهم والعصفور والعصفور 20 درهم وهاد الموان 30 درهم. وهنا كاين السمريس 20 درهم. هاد لوطواط هذا ماشي هذا تا هو من الطيور المهاجرة. انا الخوت عشاق طاعات الحداد تبارك الله اكبر كان غير هرب خويا الله يسخر لك. انا خوت غنوريكم بنتو تكر وريني نتو تكر بغيت نضرب ليا خويا وريني ولا نسلخ وريني انتو في البيوضيه هاد السكر في الحولي شاهية ثمن 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 1000 ريال تحية ودانية. تاش من ودانية يا ولادي وتحية قريعية صاحبي تحية فريخية تحية حدادية حدادية إسلامية تحية معمورية تبارك الله.
التحية الإسلامية أخويا. هو راك ياكل الكوكا والزريعة الإخوان، إلا كان خلوي، شني كيقدام كندور نعطيو السيك عليه.